طلاب وطالبات الصف التاسع، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات المدرسة النموذجية. حلقتنا في مادة الرياضيات ستكون مراجعة عامة وحل لبعض النماذج الامتحانات الوزارية. ألف، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ لكل من ما يأتي. واحد، إذا كان سين تقاطع صاد يساوينا سين، فإن سين جزء من صاد، فإن سين جزء من صاد. نعطي مثال على ذلك، إذا كان سين معانا عناصر سين واحد واثنين وثلاثة، وعناصر صاد واحد واثنين وثلاثة وأربعة. نلاحظ عندما يكون سين تقاطع صاد، سين تقاطع صاد، فإن العناصر المشتركة بينهم، نلاحظ واحد واثنين وثلاثة هي عناصر المشتركة، وهي عناصر نفسها عناصر من؟ عناصر سين. إذن نقول سين تقاطع صاد. إذن نلاحظ أن سين هي جزء من صاد، نلاحظ أن سين جزء من صاد. إذن نقول العبارة عبارة صحيحة. اثنين، كل عدد صحيح هو عدد حقيقي. هذه الإجابة إجابة صح حقها، لأنه الأعداد الصحيحة سواء موجبة أو سالبة هي أعداد حقيقية، أعداد حقيقية. ثلاثة، الحد 4 سين هو الحد الأوسط للمقدار سين زائدا 4 الكل أس 2، الكل أس 2. عشان نعرف أن العبارة هذه صحيحة أو خاطئة نقول نفتح سين زائدا 4 الكل أس 2 إلى حقه القاعدة. تقول القاعدة حق سين زائدا 4 الكل أس 2 مربع الأول ضعف الأول في الثاني مربع ليش الأخير. نلاحظ أن الحد الوسط طلع لي 8 سين، وهنا معانا 4 سين، فإن هذه العبارة عبارة تكون عبارة خاطئة. 4 الزوج المرتب 3.1 يمثل حل المعادلة 2 سين ناقصا صاد يساوي 5. عشان نعرف هذه الإجابة صحيحة أو خطأ نقوم بحل هذه المعادلة، نقوم بحل هذه المعادلة. الزوج المرتب يمثل المسقط الأول سين والمسقط الثاني صاد. نشيل المعادلة، الطرف الأيمن سين ناقصا صاد والطرف الأيسر 5. إذا طلعنا في الطرف الأيمن 5 مثل الطرف الأيسر نقول الإجابة عليها صحيحة. نشل نقول 2 ضرب قيمة سين نعوضها بالثلاثة ناقص، وقيمة صاد نعوضها بواحد. ننزل للطرف الأيسر، 2 في 3 يعطينا 6 ناقصا 1 يساوي 6. في الطرف الأيمن 6 ناقصا 1 5. نلاحظ أنه في الطرف الأيسر أيضا 5، وهو نلاحظ أن الطرفين متساويين. إذن الإجابة هنا بتكون إجابة صحيحة. السؤال الأخير 5، تحت القدر التربيعي 16 عدد غير نسبي، عدد غير نسبي. عشان نتأكد إذا خرجنا من تحت القدر 16 تخرج من تحت القدر بأربعة، وكل عدد صحيح مقام واحد، كل عدد صحيح مقامه واحد. إذن نلاحظ أن 4 على 1 إذن عدد نسبي، وهو أعطانا غير نسبي. إذن الإجابة هنا بتكون إيش؟ خطأ. السؤال الأول باء، حلل المقدارين التاليين تحليلا كاملا. معك المقدار الأول مكون من حدين 6 سين أس 3 ناقصا 48، والمقدار الثاني مكون من 4 حدود سين أس 3 زائدا 2 سين تربيع ناقصا 9 سين ناقصا 18. نقيل المقدار الأول مكون من حدين، لاحظ أنها في الحد الأول في الحد الثاني هناك عامل مشترك وهو 6، عامل مشترك، نبحث عن العامل المشترك، نلاحظ أن العامل المشترك هو 6، نخرج 6 عامل مشترك، نشوف إيش المتبقي في الحد الأول، نلاحظ المتبقي في الحد الأول سين أس 3 ناقص 48، نلاحظ أن المتبقي عندما تقسم 48 قسمة 6 هو المتبقي 8.
نحن نلاحظ أن هنا أيضا في تحليل، هنا تحليل بعد ما خرجنا العامل المشترك، لاحظ أن التحليل هنا الفرق بين مكعبين، تحليل الفرق بين مكعبين. ننزل 6 على ما هي عليه، نلاحظ نفتح قوسين، قوس صغير وقوس كبير، قوس صغير وقوس كبير. 6 أس 3 تمام تخرج سين أس 3 تخرج بسين ناقص، والثمانية تخرج بسنين. نعبي القوس الكبير، نعبي القوس الكبير من خلال القوس الصغير، نعبي القوس الكبير من خلال القوس الصغير. نشل نقول مربع الأول سين تربيع، القاعدة تقول مربع الأول عكس الإشارة، عكس الإشارة الأول في الثاني، الأول في الثاني يعني 2 سين، دائما الأخير يكون موجب، دائما الأخير يكون موجب، موجب مربع الثاني، مربع الثاني 2 بيكون حقه التربيع 4. إذن انتهينا من عملية التحليل لهذا الجانب. لاحظ المقدار الثاني المكون من 4 حدود، في 4 حدود نستخدم عملية التجميع، نستخدم عملية التجميع، نجمع نقول الحل سين أس 3 زائدا 2 سين تربيع، ونجمع سالب 9 سين وسالب 18، نخرج السالب عامل مشترك تبقى 9 سين زائدا 18، نصلح قوسين. إذن سين أس 3 زائد 2 سين تربيع سالب خرجناه عامل مشترك وقامنا 9 سين زائدا 18. نلاحظ هنا في هذا القوس إذا كان هناك تحليل نأخذ التحليل، هو العامل المشترك، العامل المشترك سين تربيع عامل مشترك، سين أس 3 عندما تخرج سين تربيع يبقى سين زائد في الحد الثاني سين تربيع خرجت عامل مشترك يبقى 2 ناقص 9 سين زائدا 18. نلاحظ أن 9 بينهم عامل مشترك، وهي لا 9 سين زائد 18 نلاحظ أن هذا هناك عامل مشترك هو 9 عامل مشترك. المتبقي في الحد الأول هنا سين زائدا 2، المتبقي في الحد الأول سين والحد الثاني 2، عندما تضرب 9 في سين 9 سين و9 في 2 يعطيك 18، يعطيك 18. نلاحظ أن هذا الآن مقدار، نلاحظ أن هذا الحد، هذا المقدار مكون من حدين، الحد الأول والحد الثاني، الحد الأول والحد الثاني. نلاحظ أن هناك عامل مشترك أيضا، نلاحظ أن هناك عامل مشترك هو السين زائد 2، عامل مشترك سين زائد 2 نلاحظه هنا، وسين زائد 2 نلاحظه في الحد الثاني. إذن نقول سين زائد 2 في الحد الأول، إيش المتبقي؟ سين تربيع. نزل إشارة الناقص على ما هي عليه، عندما خرجنا سين زائد 2 عامل مشترك إيش المتبقي؟ 9، 9. هل كمل التحليل؟ لا، سين زائد 2 تنزل على ما هي عليه، سين تربيع ناقص 9. هناك أيضا تحليل بهذه القوس، بهذا القوس في هناك تحليل، هو الفرق بين مربعين، الفرق بين مربعين، الفرق بين مربعين عبارة عن قوسين، الاختلاف بينهم الإشارة فقط، فرق بين مربعين، هذا مربع الأول مربع والثاني مربع، وتوسط بينهم إشارة ناقص. إذن الفرق بين مربعين قوسين تمام، اختلاف بين القوسين هذا إشارة سالب وموقف فقط، سالب والموقف الاختلاف بينهم الإشارات. إذن سين تتوزع هنا سين وهنا سين، والتسعة حقها عبارة عن 3 في 3، إذن توزع هنا 3 وهنا 3، ويكون انتهينا من عملية التحليل هذا المقدار. السؤال الثاني، أكمل العبارات التالية بما يجعلها صحيحة. 1 6 سين تربيع زائدا 5 سين ناقص 6 يساوي قوس فراغ ناقص 2، اقفل القوس
فتح قوس ثاني فراغ زائدا ثلاثة زائدا ثلاثة. عشان نعبي هذا الأقواس نلاحظ أن المسألة اللي دي معانا مقدار ثلاثي، مقدار ثلاثي الحد الأول والحد الثاني، ومعانا التحليل المقدار الثلاثي ومقص. معانا التحليل المقدار الثلاثي والمقص، نقوم نحلل في المقص نلاحظ عشان نعبي هذه الفراغات نقوم نلاحظ تفريق في المقص. 2 6 س تربيع نوزعها عبارة عن 3 س تمام و 2 س، والست ولا الاثنين والثلاثة نلاحظهم الستة مضروب ستة، ما عاد مضروب إما ستة في واحد يا إما يعطيك ستة، يا إما اثنين في ثلاثة يعطيك ستة. هو أعطاك اختار لك قال لك اثنين في ثلاثة، اختار لك قال لك اثنين في ثلاثة. نقول نعطي الاثنين هنا والثلاثة هنا، الاثنين هنا والثلاثة هنا، وعندما تكون إشارة الوسط موجب والأخير سالب الأكبر يروح موجب والأصغر سالب، الأكبر يروح موجب والأصغر يروح إيش؟ سالب. نطرح الأقواس نتأكد هل الإجابة الوسط صحيحة؟ إذا كان توزيعنا صحيح بيطلع الوسط صحيح، وإذا كان في غلط توزيع ما بيطلعش معانا الحد اللي دي وسط. نضرب بهذا الشكل، 3 س موجب في 3 بيعطيك موجب 9 س، 2 س في سالب 2 يعطيك سالب 4 س، الفرق بينهما وإشارة الحد الأكبر 5 س، نلاحظ أنه نفس الحد الوسط، إذن كان حقنا التوزيع صحيح. نشل بهذا الشكل الأقواس، نشل بهذا الشكل، نلاحظ أن الفراغ هذا اللي عند سالب س هو 3 س، نلاحظ الفراغ اللي عند سالب 2 هو 3 س، ونلاحظ الفراغ اللي عند موجب 3 هو عبارة عن 2 س. يكون هنا تم تعبية الفراغات، الفراغ الأول 3 س ناقص 2 والفراغ الثاني 2 س زائدا 3 2. يكون لمعادلة الدرجة الثانية حلان متساويان إذا كان المميز أي دلتا يساوي تمام، نقول يساوي إذا كانت دلتا تمام تساوي الصفر، يكون لها حلان متساويان تمام، وإذا كانت الدلتا أكبر من الصفر لا حلان حقيقيان غير متساويان، وإذا كانت الدلتا تمام أصغر من الصفر ليس لها حل، المسألة أو المعادلة ليس لها حل. إذن قال الدلتا تساوي الصفر هي المميزة الدلتا، إذن متساويان، إذن نقول هنا في الفراغ تساوي الصفر. 3 قوس 2 س زائدا فراغ الكل أس 2، الطرف الأيسر معك عبارة عن 4 س تربيع زائدا 12 س ص زائدا 9 ص تربيع، مقدار ثلاثي تمام، نحله بالمقص، مقدار ثلاثي يتحلل بالمقص، يتحلل بالمقص. نقوم بالتوزيع، 4 س تربيع يتوزع 2 س 2 س، 9 ص تربيع يتوزع 3 ص 3 ص، إشارتين متشابهتين موجب موجب توزع موجب موجب. إذن نلاحظ أنه إذا حققني الحد الأوسط إذن توزيعنا صحيح. نقول كذا 2 س في موجب 3 ص يعطيك 6 س ص، 2 س في موجب 3 ص يعطيك 6 س ص، إذن إشارتين متشابهتين نجمع 12 س ص، إذن توزيعنا كان صحيح. نلاحظ أن القوسين متشابهين 2 س زائد 3 ص، نلاحظ الفراغ الثاني يتعبى بثلاثة، الفراغ الثاني يتعبى بثلاثة صاد. السؤال الثاني باء اختصر إلى أبسط صورة، معك سين زائدا 4 على سين زائدا 3 ناقص 1 على سين ناقصا 3 زائدا 1 على سين تربيع ناقصا 9. عشان نختصر إلى أبسط صورة،
نلاحظ إذا كان في البسط تحليل أو في المقام تحليل نحلل، إذا لا يوجد ننزل على ما هو عليه الكسر. نلاحظ سين زائدا 4 لا يوجد لها تحليل تنزل، سين زائدا 3 لا يوجد لها تحليل أيضا تنزل، ناقص 1 ينزل على ما هو عليه، سين ناقصا 3 لا يوجد لها تحليل زائدا 1 ينزل على ما هو عليه، سين تربيع ناقصا 9 هنا تحلل في هذا المقام، تحلل الفرق بين مربعين، الفرق بين مربعين قوسين سالب والثاني موجب، قوسين متشابهين الفرق بينهما الإشارات فقط، سين تتوزع سين تربيع تتوزع سين سين، والتسعة عبارة عن 3 في 3 تتوزع 3 هنا وهنا 3. إذا قمنا بالتحليل هذا المقام، بعد التحليل نلاحظ أنه كسور هنا بينهم إشارة جمع وطرح، لاحظ أنه كسور وبينهم إشارة جمع وطرح، ودرسنا أن في الجمع والطرح بين الكسور لابد توحيد المقامات، لابد أن توحيد المقامات. نجيب الآن المضاعف المشترك الأصغر، نلاحظ نجيب المضاعف المشترك الأصغر بالمقام سين زائدا 3 سين ناقصا 3 سين ناقصا 3 سين زائدا 3، إذا المضاعف المشترك هو سين ناقصا 3 وسين زائدا 3. نشل هذا المقام الآن الموحد اللي دوحدناه، نقوم بقسمته على المقام الأول، نشل المقام الموحد اللي دوحدناه بين الكسور ونقسمه على المقام الأول، سين ناقصا 3 وسين زائدا 3، سين زائدا 3 تروح مع المقام سين زائدا 3، يبقى معنا سين ناقصا 3، نروح نضربه في البسط، نروح نضربه في البسط، يبقى معنا بيكون بهذا الشكل سين ناقصا 3 مضروب في سين زائدا 4، نزل إشارة الناقص، نزل إشارة الناقص. الآن نشل المقام الموحد أيضا ونقسمه على المقام الثاني للكسر الثاني، نشل المقام الموحد ونقسمه على المقام الكسر الثاني، سين ناقصا 3 تروح مع سين ناقصا 3، يبقى معنا سين زائدا 3 مضروب في 1 مضروب في البسط، إذن 1 ضرب سين زائدا 3، نزل إشارة الجمع، نزل إشارة الجمع. نشل المقام الموحد ونقسمه على المقام الثالث في الكسر الثالث، سين ناقصا 3 تروح مع سين ناقصا 3 والسين زائدا 3 تروح مع سين زائدا 3، إذا ناتج القسمة 1 1 ضرب 1، إذا 1 ضرب 1. الآن نفتح الأقواس، يتم فتح الأقواس في البسط وأشوف ويتم جمع الحدود المتشابهة، بعد فتح الأقواس نجمع الحدود المتشابهة، المقام ينزل على ما هو عليه سين ناقصا 3 وسين زائدا 3، نضرب سين في سين يعطينا سين تربيع، سين في موجب 4 يعطينا موجب 4 سين، سالب 3 في سين يعطينا سالب 3 سين، سالب في موجب سالب، 3 في 4 12، انتهينا من هذا القوسين، انتهينا من هذا القوسين. الآن نضرب سالب 1 ما داخل القوس، إذن سالب 1 في سين يعطي لي سالب سين، سالب 1 في موجب 3 يعطي لي سالب 3، نزل إشارة الزائد، 1 في 1 1. الآن نجمع الحدود المتشابهة، نجمع الحدود المتشابهة، نقول سين تربيع لا يوجد له شبيه، نزل على ما هو عليه سين تربيع، 4 سين نلاحظ سالب 3 سين وسالب سين يعطي لي سالب 4 سين، سالب 12 وسالب 3 وموجب 1، سالب 12 وسالب 3 وموجب 1 يعطي لي أنا سالب 14، نقول نزل المقام على ما هو عليه 4 سين في الموجب وسالب 4 سين يتشطب، يبقى معي في البسط سين تربيع ناقصا 14 وسين ناقصا 3 وسين زائدا 3.
سؤال ثلاثة ألف، حل المعادلتين الآتيتين جبريا. معك 2 س ناقصا ص يساوي 5 المعادلة الأولى، والمعادلة الثانية س زائدا 3 ص يساوي ناقص 1. هذه المعادلتين إما نحلها، معنا 3 طرق للحل. الطريقة الأولى إما الحذف، إما التعويض، إما المقابلة. أنا لاحظ أسهل طريقة الآن لها طريقة الحذف، أسهل لها طريقة الحذف، وهي الثلاث الطرق تؤدي إلى نفس الإجابة، الثلاث الطرق تؤدي إلى نفس الحل. إذا نقول طريقة الحذف، نشل المعادلة الأولى 2 س ناقصا ص يساوي 5، نشل المعادلة الثانية ونطرحها نفس تحت المعادلة الأولى، نقول س زائدا 3 ص يساوي سالب 1، نشتي نحذف الصاد، نشتي نحذف الصاد أسهل لنا. عشان نحذف الصاد نلاحظ الصاد في المعادلة الثانية حقها المعامل 3، وفي المعادلة الأولى حقها المعامل سالب 1. إذن نخلي في المعادلة الأولى المعامل حق المعادلة الأولى صاد معامله 3. كيف؟ نقوم بضرب المعادلة الأولى تمام بـ3، ثلاثة في 2 س يعطيك 6 س، ثلاثة في سالب ص يعطيك سالب 3 ص، ثلاثة في 5 يعطيك 15. إذن هذه المعادلة اعتبرها معادلة 3. نشل المعادلة الثانية نطرحها تحت المعادلة الثالثة، س زائدا 3 ص يساوي لنا سالب 1. الآن نلاحظ الصاد نفس المعامل بإشارتين مختلفتين، إذن ينحذف مع بعض. موجب 6 س زائدا س يعطيك 7 س يساوي 15 ناقص 1، الإشارتان مختلفتين، هذا إشارته موجب وهذا إشارته سالب، إذن بيعطي لي 14. نريد أن نتخلص من 7 معامل س، نريد أن نتخلص من 7، نقوم بقسمة الطرفين على 7، نقوم بقسمة الطرفين على 7، 7 مع 7 تروح، يبقى معانا س و14 قسمة 7 من 2. هذا الحل الأول قيمة س، قيمة س. عشان نطلع قيمة ص، عشان نطلع قيمة ص نحلها بأي، نختار أي معادلة من المعادلات نعوض بقيمة س يطلع لي قيمة ص. نشيل مثلا المعادلة الثانية، نشيل المعادلة الثانية، نقول س زائدا 3 ص يساوي سالب 1، نعوض بقيمة س باثنين، 2 زائدا 3 ص يساوي لنا سالب 1. نحول الاثنين الى الطرف الثاني بإشارة مختلفة، نحول الاثنين الى الطرف الثاني بإشارة مختلفة، يكون 3 ص ناقص 1 ناقص 2، إشارتين متشابهتين، نزل 3 ص الطرف الايمن، الطرف الايسر إشارتين متشابهتين سالب 1 وسالب 2 يعطي لي سالب 3. نتخلص من معامل ص، نتخلص من معامل صاد هو الثلاثة، نقسم الطرفين على 3، الثلاثة مع الثلاثة تروح، يبقى معنا صاد 3 قسمة 3 1، وإشارة السالب تنطرح لنا سالب وموجب يعطيك سالب، وهو حل لقيمة صاد. إذن معنا س تساوي 2 وصاد يساوي لنا سالب 1، هي حل للمعادلتين. سؤال 3 باء، اكتب أمام العبارة في العمود الأيمن يناسبها من العمود الأيسر فيما يلي. معك العمود ألف 1، المسقط الثاني للزوج المرتب 2 فاصلة فراغ، في التطبيق تاء س يساوي لنا 1 زائد 2 س هو. عشان تعبي هذا الفراغ نختار الإجابة هنا، الإجابة موجودة في العمود باء 2، يكون المقدار س تربيع زائد 2 س زائد ج مربعا كاملا
إذا كانت جيم تساوي فراغ. لاحظ أن الجيم هنا عشان تكون مربع كامل موجود الإجابة هنا، موجود الإجابة هنا. حد حلول المعادلة س تربيع، حد حلول المعادلة س تربيع ناقصا 2 س ناقصا 3 يساوي الصفر هو س يساوي. أيضا الإجابة موجودة هنا. نبدأ بالأول، نلاحظ أن هذا هو قاعدة التطبيق، هذه قاعدة التطبيق، ومعك في الزوج المرتب معك المسقط الأول قيمة س، المسقط الأول قيمة س. نشل قيمة س عشان نطلع قيمة ص، عشان نطلع قيمة ص، والإجابة موجودة. نشوف هل هي واحد أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. نقول تاء س نعوضها باثنين، واحد زائد اثنين في س في اثنين، اثنين في اثنين، واحد زائد اثنين في اثنين يعطينا أربعة، واحد زائد أربعة يعطينا كم؟ خمسة. إذن الإجابة هي خمسة، الإجابة هي خمسة. يكون المقدار س تربيع زائد اثنين س زائد ج مربعا كاملا إذا كانت ج. نلاحظ إن إذا عوضنا في الواحد، نلاحظ إذا عوضنا في الواحد تمام، نقول كذا س تربيع زائدا اثنين س زائدا واحد. إذا اخترنا واحد وحليناه في المقص س س س س واحد في واحد، وإشارتان موجبتان، موجب في موجب. نروح نضرب س موجب في واحد موجب س، س في موجب واحد بيعطي موجب س، نجمع يعطينا 2 س. نلاحظ انه بيعطينا مربع كامل، س زائد واحد هو نفسه س زائد واحد، قوسين متشابهين، اذا الكل تربيع، اذا نختار الاجابه واحد. ثلاثه، احد حلول المعادله س تربيع ناقصا 2 س ناقصا 3 هو. ايش معنات حل المعادله؟ يعني ما هي قيمه س في الطرف الايمن تجعل المعادله في الطرف الايمن صفر؟ هذه تجعلها صفر. س تربيع ناقص 2 س ناقص 3 ايش معنات حل المعادله؟ ايش العدد الذي سوف نعوضه هنا في المعادله يخلي الاجابه صفر؟ عشان نعرف هذه الاجابه، س تربيع ناقص 2 س ناقص 3 س يتوزع س، والثلاثة في واحد، الثلاثة في واحد، ما معنى لا الثلاثة في واحد؟ والشارتين سالب سالب، الأكبر يكون سالب والأصغر يكون إيش؟ موجب. الأكبر يكون سالب والأصغر يكون موجب. نقول الآن س ناقصا ثلاثة القوس الأول يساوي الصفر، نحول إلى الطرف الثاني س يساوي ثلاثة، أو هذا أما، أو س زائد واحد يساوي الصفر، فأنا س يساوي سالب واحد. سال لاحظ أن سالب واحد ليس موجود، سالب واحد ليس موجود في العمود ب، اللي موجود هو ثلاثة، العمود ثلاثة. إذن حل المعادلة يساوي س يساوي إيش؟ ثلاثة. السؤال الرابع، هندسة، باستخدام الشكل المقابل أكمل الفراغات فيما يلي: واحد قياس الزاوية ميم ألف سين، ميم ألف سين تساوي. نلاحظ أن ميم ألف هو نصف قطر، نلاحظ بالرسمة أن ميم ألف نصف قطر، وألف سين مماس لمحيط الدائرة. تلاحظ أن ميم ألف عمودي على هذا المماس، ميم ألف عمودي على هذا المماس الذي في محيط الدائرة. معانا قاعدة أن يكون ميم ألف تمام
في النصف القطر عمودي على أي مماس تكون زاوية قائمة هي 90 درجة. 90 درجة. إذن قياس ميم ألف سين، تمام، 90 درجة، لأن ميم ألف نصف قطر وهو عمودي على المماس ألف سين. 2 يشتي مننا الطول، طول ميم سين، طول ميم سين. نلاحظ المثلث، نلاحظ المثلث ألف ميم سين، المثلث ألف ميم سين قائم، تمام، زاوية قائمة ميم ألف سين، أثبتنا أنها قائمة 90 درجة. إذن ميم سين وتر، ميم سين وتر، ومعانا قيمة الضلع ميم ألف وقيمة الضلع ألف سين. إذا نستخدم نظرية فيثاغورس عشان نطلع طول الضلع ميم سين، نستخدم نظرية فيثاغورس، نقول مربع الوتر ميم سين مجموع مربعين الضلعين الآخرين 25 زائدا 144. 25 مربع الخمسة 25 مربع الاثنى عشر 144. ميم سين تربيع 25 زائدا 144 169. نريد أن نبعد التربيع، هذه إيجاد القدر التربيعي للطرفين، التربيع مع القدر يروح. إذا طول ميم سين ساوينا 13 سنتيمتر، 13 سنتيمتر. إذا طول ميم سين 13 سنتيمتر. ضل الزاوية ها معانا قاعدة ضل الزاوية هو المقابل على المقاور، المقابل للزاوية على المقاور. إذا نلاحظ أن المقابل للزاوية ها هو الضلع ميم ألف، مقابل للزاوية ها ميم الضلع ميم ألف. وكم قيمة الضلع ميم ألف حق الطول؟ 5. على المقاور، ومقاور الزاوية ها الضلع ألف سين، نلاحظ مقاور الزاوية ها ألف سين، وطول ألف سين 12. إذن ضلها حق النسبة 5 على 12. 5 على 12. 4 قياس الزاوية ألف ميم واو، ألف ميم واو الزاوية المركزية، ألف ميم واو. نلاحظ أن ميم ألف نصف قطر وميم واو نصف قطر، إذن أنصاف أقطار، إذن أضلاعها متساوية، ميم ألف وميم واو متساوية. إذن هذا المثلث متساوي الساقين، مثلث ميم واو ألف، مثلث المثلث ميم ألف واو، تمام، مثلث ميم ألف واو مثلث متساوي الساقين. إذن زوايا هذه الزاوية وهذه الزاوية متساويتين. الزاوية قياس الزاوية ميم ألف واو، تمام، تساوي قياس ميم واو ألف، تساوي قياس ميم واو ألف. إذن الزاوية ميم ألف واو قياس الزاوية ميم ألف واو 55 درجة. ومعانا مجموع زوايا المثلث، مجموع زوايا المثلث 180، مجموع زوايا المثلث 180. إذن مجموع زوايا المثلث ميم ألف واو 180. إذا جمعنا الزاوية، جمعنا الزاويتين المتساويتين، يطلع لنا هذا، بيطلع لنا قياس الزاوية هذه ميم قياس الزاوية ألف ميم واو تساوي 180 ناقص 180 ناقص مجموع هذه الزاويتين، مجموع هذه الزاويتين 55 زائد 55 110، 55 زائد 55 110. 180
درجة ناقص 110 درجة يساوي لنا قياس الزاوية ألف وألف ميم واو يساوي لنا 70 درجة. إذن قياس الزاوية ألف ميم واو ألف ميم واو 70 درجة. أعزائي الطلاب والطالبات، وصلنا إلى نهاية الحلقة، أتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.